تشتد المنافسة الانتخابية على الرئاسة الأمريكية مع قرب الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، حيث دخلت الأقليات الأمريكية في حسابات المرشحين في محاولة لكسب أصواتهم. يأتي هذا فيما أظهر استطلاع جديد تقدم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون على منافسها دونالد ترامب بفارق 10 نقاط. أظهر استطلاع جديد للرأي تفوق المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون على منافسها الجمهوري دونالد ترامب بنسبة 51% إلى 41% وبفارق 10 نقاط مئوية. وبيّن الاستطلاع أن كلينتون تواصل توسيع الفجوة مع منافسها الجمهوري، وذلك على بعد أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل. ومع اقتراب موعد الانتخابات، تبقى كلينتون محتفظة بتقدمها في استطلاعات الرأي العام في انتظار 3 مناظرات مقررة في سبتمبر وأكتوبر المقبلين. يأتي ذلك في ظل سخونة التصريحات للمتنافسين على الرئاسة، حيث اشتبك المرشحان في حرب كلامية حول أيهما سيكون الرئيس الأفضل للأقليات في البلاد في محاولة لاستمالتهم، وتبادلا الاتهامات بتهديد مصالح السود والمواطنين من أصل لاتيني. من جانبها، وصفت كلينتون منافسها الجمهوري ترامب بجنون العظمة والارتياب، وأنه يتبنى أفكار الجناح العنصري المتطرف في الولايات المتحدة. وقالت بخطاب في مدينة رينو بولاية نيفادا: لا ينبغي أن يدير حكومتنا أو يصدر الأوامر لجيشنا رجل له باع طويل في التفرقة العنصرية وينقل نظريات المؤامرة. من جانبه، وخلال اجتماع في ولاية ميسيسيبي، وصف ترامب كلينتون بأنها متعصبة لن تفعل أي شيء لمساعدة السود، وقال: لطالما كنا على علاقة جيدة بالأمريكيين من أصول أفريقية، وهذه نقطة أساسية بالنسبة لي، ولكن هيلاري كلينتون والديمقراطيين خذلوهم فعلاً.